مدينة بومبي أو مدينة الزنا الإيطالية اللي مات أهلها وتحجروا وهلكوا وتلاشوا في لحظات. سنة 79 كانت مدينة بومبي مدينة مزدهرة ومتطورة جدا، ومعظم سكانها كانوا من الأثرياء، وده اللي خلى المدينة دي تبقى مكان للفحش والرذيلة. فكان أهلها بيمارسوا الرذيلة في الشارع بشكل علني، وكانوا بيستغربوا من أي حد بيعمل كده في الخفاء. ومش بس كده، دول كانوا كمان بيعملوا نفس أفعال قوم سيدنا لوط، لحد ما جه اليوم الموعود وثار البركان اللي كان في مكان قريب منهم. لك ان تتخيل بقى ان السحب اللي طلعت من البركان غطت الشمس خالص وخلت نهارهم ليل، وبدأ البركان يرمي نيران وكميات كبيرة من الحمم نزلت على بومبي زي المطر، واندفنت المدينة واندثرت تحت 23 متر من الغبار والرمال. والعلماء اكتشفوا المكان ده بعد 1600 سنة، وكانت هنا الصدمة. فأهل بومبي احتفظوا بأشكالهم وهيئتهم اللي كانوا عليها قبل انفجار البركان، واغلبهم ما ظهرتش عليه اي ردة فعل، فغالبا هم ماتوا بسرعة كبيرة جدا من غير اي فرصة للتصرف. فالعلماء قالوا ان الرماد اللي كان عليهم كانت درجة حرارته حوالي 500 درجة مئوية، وقال ان الغبار البركاني ده خد مكان الخلايا الحية لسكان بومبي، وده السبب اللي خلى كل الجثث تتحجر وتخليها على نفس هيئتها علشان تكون واحدة من اعظم ايات رب العالمين.